السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة محمد وغزارة. طبعا لو أنت جديد أتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل الفيديو عشان يوصل لكل الناس. حلقتنا إن شاء الله النهاردة إزاي تقدر تنش الدكر عن الدايل. تمام، طبعا هنطلع الدكر الأبلق الأخضر. أول حاجة أنت بتعملها بتقوم جاي ماسك النتاية ديت تخليها تزوف عشان تديها للدكر يكسرها، وقبل ما يكسرها أو قبل ما تديله نتاية. تمام، في ناس بتطير من غير نتاية بس ده عادي، ده أو ده عادي. سيبك من اللي يقولك الدكر بيجي في أيام وبيشخور وبيعمل الشويتين اللي هو بيعملهم والكلام دوت، سيبكم الكلام دوت. تمام، احنا هنعمل ده مع بعض دلوقتي، نثبت بس الأضاءة تكون ايه الدنيا كويسة معانا. تمام، بتنور الدكر 4 أيام أو 5 أيام على الظهر، كل ساعتين يعني تحطه على الظهر في القفاعة دي وتحاول تخليه يشوف الجناب من بره. أنا هوريه لكم دلوقتي في الفيديو. تمام، عامل أنا حاجة في ناس عاملاها وفي ناس مش عاملاها. تمام، وبعد كده بعد ما بيشوف الظهر تديله باب يحفظ الباب بتاعه، تقفل تشد الشبكة عفوا يا رجالة، تشد الشبكة وتسيبه طالع نازل من الأرضية للباب بتاعه لمدة 2 يومين. الدكر هياخد معاك 2 أسبوع بالظبط، 15 يوم وما شاء الله تنشه أولا بإذن الله. تمام، بعد كده تبتدي تديله نتاية، كسرها تطلع النتاية تخلص مجهودها خالص، وبعد كده تفتحها عشان النتاية متاخدش الدكر، تفسحه وتيجي تبص تلاقي الدكر راح، تقول الدكر راح، لا ما النتاية فسحته، انت هلك النتاية خالص. هقلب الكاميرا وارجع لكم تاني، متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. انا بصور بالتليفون عشان لو الصوت مش ماشي مع الصورة دلوقتي العيب من التليفون، طبعا انا جايب الكاميرا مش معايا الادوات. الحديدتين دول بتوع منشر، طبعا انا هحط خشبتين كده عشان اتحط ايه قفاعة زي دي، الدكر يكون واقف شايف الجنب بتاعه، حافظ دون الجنب بتاعه عشان الدكر اما انت تحفظه الظهرية. طب ما معلش مدغية جنبك هيبقى شكل الظهرية نفس الحكاية، تبقى غامقة، صح ولا غلط؟ صح، بس هل الجناب دي زي دي؟ هل الجناب اللي هناك دي زي دي؟ لا، كل جنب وانت بتختلف عن لونه. تمام، هو شايف الجناب دي ايه، اصفر ازرق ما عليك، هو بيشوف ايه، بس هو كده حفظ الجناب بتاعته. تمام، طبعا احنا مسكنا الطره هلكناها، تمام مسكنا الطره هلكناها عشان نعرف نشوف الدكر هيعمل ايه مع النتاية. معانا محمد اهوت. وعليكم السلام، اتفضل. ومعانا هنا مصطفى. تمام، النتاية هيت اتهلكت والدكر اهو برضو، الدكر مستوى برضو نص كويس يعني، مش دكر وحش. افتح لكم الفلاش برضو عشان تشوفوه. تمام، نسيبه كده والطرة هيت، ندي الطرة كرش عشان تيجي تحطه قدامها وتحبس. تمام، وده مصطفى هو بيشرق البيبان للدكرة عشان نفتحها. تمام يا رجالة، الفيديو بتاع لق الحمام اللي عايز يشوف ازاي تقدر تفرخ حمام بطريقة كويسة طريقة كويسة وصحيحة، هسيب لك اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف او في اول كومنت. كل يخش يشوف الفيديو دلوقتي، فيديو هيعجبك مش مكلف حاجات يعني، عشان تفرخ مش هتكلفك حاجات 20 جنيه. طبعا دي ميزة قبل ما تفتح الدكرة تقوم بصص على ريش الدكرة عشان لو فرد على الصمة مينفعش اللي انت تفتحه، عشان لو اتضرب منك ما تقولش العيب ده من الدكر وهنزل الاب والام. تعال مصطفى عشان الدكر هيطلع. مصطفى طبعا الدكر اول، تعالى عشان الدكر هيطلع. الدكر ممكن يطلع يشوف مصطفى يقوم قالب، ليه بقى اول مره يطلع على الظهر؟ هنسيبه مع بعض. تمام، هنسيبه براحته خالص، مصطفى جوه ومحمد جوه، وانا ايه نقف جنب الباب نبص ايه من هنا، او نبص من هنا، او ممكن من هنا قاعد من اي حته. صح صح، النتايه قامت اهي، تثبت التليفون هنا بقى عشان التليفون ما يفضلش يتهز. شوف الدكر يعمل ايه، النتايه مشيت وده غلط، اجت اهيت ده غلط. لو النتاية مشيت والدكر طلع ممكن ما يلاقيش النتاية، يوم مخبط ماشي في اي حتة، لو عارف مكانه ممكن يمشي، مش عارف مكانه ولو شاف طيرة او فرد حمام طاير نفس لون الطيرة بتاعته هيطير وراها. لا بقى هو مشخور، اللي في دماغه كله النتاية، وممكن انت تشخور على نفسه، تحط له حتة مراية في الباب هيشخور على نفسه، بس ده برضك ممكن يشوف فرد شبهه يقوم جاي مشخور عليه. هعمل انا حاجه كويسه ان شاء الله، لو عنده طره بيضه طلعت في الشبابات
الشبابات الجاي ان شاء الله هطلع طره بيضه باذن الله منهم، واعمل حاجه اتذكر يعني اللي هي بقى ايه، هتقوم جايب انت صبغه او رش وترش النتايه بقى، ترشها اخضر، ترش اي الوان. طبعا الذكر عمره ما هيلاقي نتايه خضراء، صح يا مصطفى؟ صح يا مصطفى، احلى مسا عليك يا مصطفى. الذكر اهو بيشاور نفسه، الذكر ينزل الارضيه ما يلاقيش النتايه، يطلع الباب بقاله 3 ايام على كده ومش عاوز اخش اكرش او اطلعه بايديا. سيبه براحته، ولا حتى لو طلع النتايه نزلت هتلاقيها نزل وراها زي الكلب، زي الكلب على بابه. حيوان مينفعش للذكر اخش كروشه او كلام من ده، عشان لو دخلت كرشته انا بقول له مع السلامه امشي. قاعد سايبهم براحتهم خالص، هو لا هش ولا نش، مش مستعجل عادي. بس لما الواحد يعمل حمامتين كويسين وزار بيبقى شكلهم حلو في البيبان، حتى بتيجي انت تنش مالكش دعوه بحد باللي جنبك، مع احترام لكل الناس اللي مربيه شوامات وكلام من ده، كل واحد بيربى على قد مقدوريته على قد برضك فلوسه، بس الحاجه الحلوه برضه بتبقى كويسه حتى في نشها، حتى في الباب بتاعها، طالما ده بياكل وده بياكل ورب الوزار. في ناس تقول لك انا صعب ان انا اقعد وزار، مش صعب ولا حاجه، لو صعب تديله باب تحت كده زي الباب اللي تحت في طبقه الديكوره القديمه دوت، اللي هو الباب دوت، وتديله النتايه وتحط له محضن جوه تمام، وتنتفه وتنتف النتايه معاه مش مشكله، تنتف النتايه مثلا رشتين ثلاثه اللي هي تطلع على الظهر وتنزل، هي تطلع على الظهر هتلاقيه هو طالع عاوز يطلع هيموت ويطلع، يعشق الارضيه. اه فرد حوش اهو ده نزل اهوت واحنا مش شايفينه. مصطفى بيبص من باب السجن. هو ذكر غلس قوي، هو حبس هو دخل الباب. اربابك يا ابن رزقك والله. بصوا الكلب اللي مطلع دماغه ده، عايز اكل؟ اجيب لك اكل اهو، ثواني خلص وكل في الذكر ده مصطفى عشان عايز اكل. هو النتايه داخله تاكل، خش لها كده نطلعها ونحاول ايه الذكر ده ما يطلع. مش شرط ان انت تطير نتايه، بصوا دي نتايه بزرمطايه بس ما شاء الله هي حافظه انا بديها الذكر ليه، تمام؟ سيبها صاص، هي حافظه بتاخد الذكر عشان تطيره. الحلبيات اهمت فتحوا بقى، ارضك نبص عليهم مع بعض. صلى على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وما شاء الله ملبنين، بسم الله ما شاء الله كويسين. عمت كل الزبل اللي انا حطيته عشان كان الحصى امبارح كان بيفتح وانا ابتديت انور لهم، ما كانش في تحديقه، حطيت لهم زبل عما جبت تحديقه وجبت تحديقه تمام. معانا محمد اهوت بياكل فول وبزله ما شاء الله. احلى مسا عليك يا حماده. اهم حاجه يا محمد ان انتوا تعملوا اشتراك للفيديو وتعملوا لايك. جدع يا حماده جدع. محمد خلاص قرب يعمل قناه ويجي يقطع عليا، مش هنعمل قناه كده صغيره مع مصطفى ونعمل مقالب في بعض ان شاء الله؟ ان شاء الله. طب بصوا يا رجاله اللي مشافش الفيديو بتاع مقلب مصطفى زرقة الحمامه، سيبه في اول كومنت وفي صندوق الوصف يخش الفيديو يشوف الفيديو، فيديو بصراحه جامد وهيعجبكم قوي. كل يخش اي حد محتاج مقلب في مصطفى يكتب له في كومنت، احنا عايزين مقلب في مصطفى وانا عنيا ليكم، انا لو ما لقيتش حد ارزف ممكن ارزف نفسي. معانا مصطفى اهوت قالش على العديله، انا الحمد لله صمت واتجوزت. مصطفى على العدله، العدله بقى عندنا ممكن تقعد من سنه لخمس ست سنين. طب نعمل ايه؟ نخش نكرشك؟ ما علينا، سيبوا كده مع بعض، ندي النتايه واحده كده. ما شاء الله والسما بسم الله ما شاء الله شكلها حلو.
الدكتورة عشان حد شايفها؟ ايه ان شاء الله في الارض بزر مطاير وطايره بلدي صح 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 ان شاء الله. اللبلق الاخضر ده مش عارف هيطلع ولا بايعه مريح دماغي بدل ما هو تعبني كده. النساء طلعت اهيت. الذكر طبعا خايف من مصطفى قاعد. عش عصافيرها اهوت لسه طالع ما شاء الله عليها. ان شاء الله زواجل بتجري مبنتشي. طب انت هتطلع ولا هتعمل ايه في يومك الاسود اللي انت فيه دوت؟ الفيديو طول على الناس يا ابن الجزمه. السو بكر برضه مستوى كويس. اقفل له الباب. نسيبه في الارضيه مع بعض كده. همسكه كده بس يشوف النتايه وبعد كده اسيبه من في ايديا. دخل هنا. طب اعمل ايه طيب فيه؟ بس الله ينور عليك. بس كده هو خلاص اول مره طلع على الظهر. تقوم انت بس جايب شويه كلفه زقنطتين كده خالص عشان الكلفه غلت تمام وتقوم رامهم في الارضيه. طمنه شويه. طبعا هو خايف. تعالى مصطفى خش جوه. مصطفى مقلقه قوي. نحاول نصوره من نظاره عشان الذكر ده راعن قوي. ده قبل اخضر. سيبه براحته ولا هش ولا نش. يطمن للظهر. انا نفسي اللي هو يكسر الطرع على الظهر. لو كسر الطرع على الظهر هيعشق الظهر اكتر. الطرع اتحبس هو زي الكلب وراها ما يعرفش اللي هو يقعد فوق. افتح كده صصه يشوفوني بس يطلعوا الظهر تاني. بس شوفوا طلع الظهر تاني. بس الذكر طلع الظهر بتاعه اللي هي العين بتاعته. ما علينا. الدكتورة نزلت اهيت. الذكر على فكرة الذكر خايف. الذكر قلقان قوي. مست الذكر ده اما بيقلق من مكان ولا حاجة بيقوم طالع العين بتاعته. في ذكر ممكن لو قلق من الأرضية أو حاجة بيقوم قلب نفسه على أي سطح أو قلب نفسه على أي غية تانية. تمام؟ حاول نطلع قدام كده. الدكتورة طلعت على الظهر هو اتشعلق على الخماس.